أهلا بكم. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل الأخبار. وفيها هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، ودعا الرئيس السيسي الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار. كما هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، ودعت السيدة انتصار السيسي أن يعيد الله العام الجديد بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1445. كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية. هنأ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري الكريم والأمة العربية وجموع المسلمين في العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا الله عز وجل أن يجعلها سنة خير وبر وتقوى في حياة الناس والمجتمع والعالم أجمع. وأكد فضيلة المفتي أن الهجرة النبوية المشرفة دروسها لا تنتهي، فهي ملهمة لنا على مر الأزمان والعصور. هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يكلل جهوده بالنجاح المتواصل في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل مشرق، وأن ينعم بحياة آمنة ومستقرة. وقال زين وفقا لبيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام: إننا نستلهم من تلك المناسبة العطرة قوة العزيمة والإرادة والعمل المخلص والتكاتف لعبور كافة التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع المجالات وسط تحديات كبيرة داخليا وخارجيا. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة لتقديم خدمات توعوية ودعم مجتمعي الأهالي في محافظة الغربية بقرية صنبط مركز زفتة، وتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة. يأتي ذلك استكمالا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية قرى الريف المصري لدعم الفئات الأولى بالرعاية. استكمالا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية القرى البسيطة لدعم الأهالي الأولى بالرعاية، وصلت مبادرة أنت الحياة للمرة الثانية في محافظة الغربية وتحديدا في قرية صنباط التابعة لمركز زفتة لمد مختلف أشكال الدعم للقرية وأيضا للقرى المجاورة. الخدمات اللي بتقدمها أنت الحياة بتتنوع ما بين خدمات التوعية، وكمان مع خدمات التوعية خدمات دعم مجتمعي. احنا عندنا فكرة في مؤسسة حياة كريمة أن احنا مش بنقدم توعية فقط، ولكن التوعية لازم نلحق بيها خدمة. المبادرة هتكون على مدار 5 أيام. أنت الحياة فيها أنشطة بتهم الأسرة المصرية كلها، بداية من الطفل لحد الأب والأم والجد والجدة. تتنوع أنشطة وفعاليات هذه المبادرة لتستمر على مدار 5 أيام، لتبدأ أولى أيامها صباحا بعقد ندوة توعوية إرشادية للسيدات حول الإرشاد الأسري، فضلا عن تقديم تدريبات لشباب الخريجين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كذلك التدريب على المهارات الوظيفية. استفدنا كتير قوي، يعني كان في أنشطة كتير، مثلا كان في ندوة عن إزاي نحضر نفسنا لسوق العمل وإزاي بنعمل CV. استفدت جدا، فأنا بقول برضو الناس اللي هي بتسمع وما بتجيش فايتها كتير. سمعت من صحابي عن حياة كريمة ان هي منظمة دورة للذكاء الاصطناعي، ان احنا ازاي نتعلم، وتعلمنا النهاردة واستفدنا منها كتير جدا. لم تقف أنشطة المبادرة عند هذا الحد فحسب، بل امتدت لإقامة مسرح ترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة لتنمية الملكة الإبداعية لديهم.
بنقدم مجموعة جميلة جدا من الأنشطة وكبيرة، منها للطفل ومنها للمرأة ومنها للشباب. احنا عندنا مسرح العرايس وعرايس المارنيت والبلياتشو بنقدمه للأطفال، بيلاقي رواج كبير جدا عندهم، بالإضافة إن احنا بنقدم ورش فنية. جاي عشان ألعب، واتفرجت على مسرحية وحاجات حلوة، حاجات جميلة، ولعب كورة ودورات ومسرحيات. استمتعنا كتير واتكلمت لنا عن صحتنا عشان ما نشربش سجاير وندمر صحتنا. الفعالية مستمرة لتقدم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في العديد من التخصصات بالمجان، فضلا عن صرف العلاج من الصيدلية الإكلينيكية بالمجان. المريض بيجي بيكشف في العيادة اللي هو جاي يتردد عليها، وبعد كده وبيعمل كمان تحاليل تبع مبادرة حياة كريمة بالمجان، وبعد ما بيخلص خالص بيجي هنا الصيدلية بروشتة بتاعته بيصرف العلاج، كل ده مجاني. والله نشكر السادة المسؤولين اللي عملنا اليوم الممتاز ده، والدكاترة واقفين وبعاونونا. أنا تبع حياة كريمة، الناس التعبانة بعاونوها وبشلوها وجيبوا لها علاجاتها. عملنا الكارت وعملنا التحاليل وبنصرف العلاج مجانا من الضغط. الناس كويسين جدا، وكشفت ومية مية وخدت العلاج كمان مجاني اهو. هؤلاء هم غارمين وغارمات جاءوا إلى مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة أنت الحياة التي كانت طوق النجاة بالنسبة لهم، حيث استقبلت حياة كريمة بالتعاون مع مصر الخير طلبات الغارمين تمهيدا لبحث حالتهم للإفراج عن ذويهم، كما تم عقد ندوة توعوية حول مخاطر الغرم وكيفية تجنب الوقوع فيه. بسطوني وتمام التمام، وبشكرهم هم حياة كريمة والرجالة بتوعهم كلك أحسن ناس. أنا كان عندي كارت كنت جايبها لابني، كان تعبان وكنت بعمل له أشعة ورسم مخ عشان عنده كهرباء زيادة عن مخ، فالظروف ما سمحتش بعد ما جوزي متوفى ما عرفتش أسد، فأنا عرفت إن حياة كريمة بتسد الكروت للناس، فأنا جيت عشان كده. الحمد لله ناس كرمة وكويسين والحمد لله، وربنا يعينهم للناس الغلاب. أنت الحياة مبادرة تعمل على قدم وساق في شتى أنحاء الجمهورية لتقديم الدعم وتيسير الحياة على الأهالي، ليكون تطوير وتنمية المواطن البسيط على رأس أولوياتها. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة الجيزة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي المحافظة، بداية من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن. يأتي ذلك من أجل دعم الفئات الأولى برعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية. اهتماما بالملف الطبي الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استضافت مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة 100 يوم صحة للكشف على كبار السن ودعم صحة المرأة وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. بنستضيف هذه المبادرة، وهي مبادرة عظيمة احنا بننظر لها منظور ان الدولة المتقدمة ضمن الدول المتقدمة اليوم هي مصر، على إيد معالي فخامة السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته للمحافظة على صحة المواطن المصري. الهدف من المبادرة الأساسي هو تقليل العبء المرضي عن المواطن المصري، بحيث هو الاتجاه للوقاية. معظم المبادرات هدفها الكشف المبكر قبل خطوة العلاج، فده بيقلل العبء المادي على المواطن وعلى الدولة. إشادة كبيرة من الأهالي بهذه المبادرة التي تشتمل على جميع التخصصات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم. جميلة جدا، من كل حاجة، إشاعات، تحاليل، كشف، كل حاجة، وهنا الدكاترة ممتازة. بصراحة قابلونا كويس ودخلونا، يا ريت تفضل المبادرات دي موجودة على طول. حللت لي سكر وكشفت لي ضغط، والدكتور هنا حولني اسنان على القصر ولسه اعمل رسم قلب. المبادرة اللي الرئيس السيسي عاملها لنا لبتوع الجيزة يعني مبادرة جميلة جدا جدا، يعني احنا بنشكره. هو بيحاول ان هو يعالج المصريين كلها، وان هو قضى برضو على فيروس سي. مبادرة 100 يوم صحة هي استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والتي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة، والتي كانت بمثابة تحد كبير لدى الدولة المصرية في التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض معدلات الوفيات.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. تناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية. تواصل المراكز الصحية بمحافظات مصر كافة عملها لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والمشورة للمواطنين وفقا لمبادرة الرئيس 100 يوم صحة، التي تتضمن صحة المرأة والاعتلال الكلوي وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والجنين وغيرها. نحو 9 ملايين مواطن تم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والاستشارات الطبية لهم خلال مبادرة 100 يوم صحة في يومها 23، والتي تم خلالها تفعيل المبادرات الرئاسية كافة بما تضمنته من الاكتشاف المبكر للأمراض السارية وحتى الاكتشاف المبكر لأورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم. الهدف من 100 يوم صحة هو التشخيص المبكر لعدة أمراض من السهل علاجها لو تشخصت مبكرا. المبادرة دي بدأناها من قبل العيد ومستمرين بنا لحد أول شهر أكتوبر إن شاء الله. بنخرج إحنا برا بالاعتلال الكلوي والفحص المبكر لسرطان الثدي والأمراض المزمنة. بنبقى ثابتين عندنا هنا في وحداتنا بصحة الأم والجنين وبالسمعيات، اختبار السمعيات وكبار السن، كل المبادرة أمراض القلب. المبادرات دي كلها لما بيتم التشخيص مبكر العلاج بيبقى مبكر وبنقدر ان احنا نحصل على مواطن سليم. المبادرات دي بتخدم كل مرحلة عمرية خاصة بالمواطن المصري من اول الجنين ما في بطن في بطن السيدة لحد حضرتك اخر مبادرة بتخدم المسنين اللي هم فوق 65 سنة، وبعد كده ومن قبل حتى ده في مبادرة المقبلين على الزواج. يعني احنا ماشيين مع المواطن المصري علشان نوصل بيه في الاخر الى مرحلة انه ان انا اقول ان مصر خالية من الامراض. مبادرة 100 يوم صحة تتم من خلال المراكز الطبية الثابتة والقوافل الطبية المتحركة لضمان وصول تلك الخدمة الصحية للمواطنين اينما كانوا، والتي تتضمن ايضا التوعية والتثقيف الصحي بجانب الوقاية والعلاج. عملنا توعية للناس كتير ما كانتش تعرف المبادرة دي، عملنا رحلة مثلا القضائية الناس برضو هناك ما كانتش تعرف يعني ايه مبادرة، عرفناهم ايه المبادرة زي الاعتلال زي كوليسترول مثلا الناس بتوع المسنين، وعرفناهم ازاي مثلا يعني يشوفوا الاكتشاف المبكر للذهول الضغط العالي السكر. بنكتشف الامراض اللي هي المبكره، في ناس بتبقى مش عارفه ان هي عندها سكر ولا ضغط، وعندنا صحه مرأة اللي هي سرطان الثدي بنوعي طبعا السيدات ان هي تكشف عشان لو في حاجه يلحقوا يعملوها لو حاسين بحاجه، ولو ما فيش نقول لهم برضو تعالوا كل 6 شهور تابعوا. المواطنون اثنوا على تلك المبادرات الفاعله والهادفه لموفرته من خدمات علاجية ووقائية بالمجان. حاجة عظيمة جدا لان في ناس كتير ما بتقدرش تكشف بره، والعلاج اصلا من بره دلوقتي في اللي احنا في الوقت اللي احنا فيه حاليا غالي، فبالتالي هي بتكشف وتعمل تحاليل وتعمل كل حاجة. عملت تحليل سكر عشوائي، عملت التراكمي واعتلال كلوي وضغط، والحمد لله الدنيا تمام. جاءت مبادرة 100 يوم صحة لتفعيل المبادرات الرئاسية كافة بما يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية ووقائية للمواطن المصري أينما كان. محمد حلمي، النيل. نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شباب من قرى محافظة رام الله الواقعة وسط الضفة، وكان من بين المعتقلين أسير محرر من بلدة كوبر، فيما جرى اعتقال 4 بينهم أسير محرر وابنان له بمدينة نابلس شمال الضفة. وفي جنوب الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال شابا من إحدى البلدات في بيت لحم، والتي شهدت اليومين الماضيين اقتحامات واسعة من قبل جيش الاحتلال. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الولايات المتحدة بقوة تجاه أمن وسلامة إسرائيل والسعي لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة. في سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني، وأضاف أن بايدن شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حل الدولتين. يتظاهر آلاف الإسرائيليين في الشوارع احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة الإسرائيلية، يرون أنه يهدف إلى القضاء على ديمقراطية. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسة تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر حول بند المعقولية بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، وإذا تمت الموافقة سيصبح عليه قانونا. استمرارا لاحتجاجات المعارضة الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو وخطته للإصلاح القضائي، يواصل آلاف الإسرائيليين تظاهراتهم احتجاجا على مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة، ويرى المتظاهرون أنه يهدف إلى القضاء على الديمقراطية. وتحت عنوان يوم الفوضى، يخطط منظم الاحتجاجات لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي، حيث يتم إغلاق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل. وبحسب المنظمين فإن الاحتجاجات ستبدأ أسبوعا غير مسبوق من العصيان على خطة الإصلاح القضائي. ودعا قادة المعارضة الإسرائيليون إلى تصعيد الاحتجاجات، بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خطته لإلغاء بند المعقولية بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس معقوليتها. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح ساريا نهاية الشهر الجاري. وانضم مؤخرا إلى صفوف المعارضين على مشروع القانون المثير للجدل مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبره نتنياهو تهديدا لأمن إسرائيل. وتسعى حكومة نتنياهو منذ يناير الماضي إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية للتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاء، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء. تتواصل الاشتباكات المسلحة بين جيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدرمان، وشهدت عدد من الأحياء في مدرمان اشتباكات عنيفة، حيث قامت قوات الدعم السريع بفتح المضادات الجوية بكثافة. كما أفادت مصادر عسكرية سودانية باستهداف 4 مواقع تابعة لقوات الدعم السريع شرق النيل الخرطوم بحري، وبهجوم نفذه سلاح الجو السوداني. وأضافت مصادر أن المواقع تضم معسكرات ومخازن للأسلحة والمعدات. تصاعدت حدة المواجهات مجددا في الخرطوم وأم درمان، فيما قامت قوات الدعم السريع بفتح المضادات الجوية بكثافة. مصادر عسكرية سودانية أفادت باستهداف 4 مواقع تابعة لقوات الدعم السريع شرق النيل الخرطوم بحري، بهجوم نفذه سلاح الجو السوداني على مواقع تضم معسكرات ومخازن للأسلحة والمعدات، كما تم تدمير 4 راجمات لعناصر الدعم السريع بمدينة بحري بغارة جوية شنتها قوات الجيش كان يستخدمها الدعم السريع في قصف مدينة أم درمان. وكانت جهات تراقب الصراع في السودان قالت إن قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني سيطرت على بلدة في جنوب إقليم دارفور، ما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة. وتسببت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في أنحاء بلدة كاس في فرار نحو 5000 أسرة، بعضها من مخيمات للنازحين بحسب نظام تتبع تديره المنظمة الدولية للهجرة.
ونددت هيئة محامي دارفور التي تراقب الصراع بما وصفته بأنه هجوم على كاس من جانب قوات الدعم السريع أدى إلى حالات نهب وسرقة وأسفر عن 3 حالات وفاة. وأدت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية إلى تزايد النزوح والعنف بدافع عرقي في إقليم دارفور، وهو معقل قوات الدعم السريع ويعاني بالفعل من صراع طويل الأمد. أما مرصد نزاع السودان ومقره الولايات المتحدة فأعلن أن قوات الدعم السريع وقوات موالية لها نفذت هجوما مزعوما استهدف تدمير 26 مجتمع قبلي على الأقل في إقليم دارفور، مما اضطر ما لا يقل عن 668 ألف مدني إلى النزوح منذ منتصف أبريل. وعلى الرغم من إظهار الطرفين انفتاحا على جهود الوساطة الإقليمية والدولية فلم يثمر أي منها عن وقف دائم لإطلاق النار. أعلنت موسكو أنها دمرت في أوديسا مواقع استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم. في المقابل أعلنت أوكرانيا تعرض منشآت مرفئية لأضرار جراء هجوم صاروخي شنته روسيا الليلة الماضية استهدف منطقة أوديسا الساحلية. بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب وإعلان أوكرانيا استعدادها مواصلة الصادرات بدون موافقة روسيا، تعرضت منشآت مرفئية لأضرار جراء هجوم صاروخي استهدف منطقة أوديسا الساحلية. أوديسا التي تمتلك واحدا من 3 موانئ كانت تصدر منها أوكرانيا الحبوب تم استهدافها ب6 صواريخ كاليبر روسية أطلقت من البحر الأسود. وبحسب كييف تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط الصواريخ 6، إلا أن حطامها أدى إلى تضرر المنشآت المرفئية وعدد من المنازل الخاصة. وذكر سلاح الجو الأوكراني أن مناطق عدة في جنوب البلاد مثل ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيرة الروسية والصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن صافرات الإنذار دوت في الكثير من المناطق الأوكرانية لساعات. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم، وذلك بعد يوم من هجوم على جسر القرم الحيوي لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس في جنوب أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 17 طائرة مسيرة، فيما اعترضت منظومات الحرب الإلكترونية 11 مسيرة أخرى. وزادت وتيرة الهجمات بواسطة مسيرات في القرم في الأسابيع الأخيرة، فيما تشن أوكرانيا هجوما مضادا على القوات الروسية. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، إلا أن الغرب لم يعترف بهذا الإجراء، فيما تؤكد كييف نيتها استعادة شبه الجزيرة. حذر الكرملين سفن تصدير الحبوب الأوكرانية من مواجهة ما وصفه بمخاطر أمنية إذا ما واصلت عبور البحر الأسود من دون موافقته. من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار روسيا بالانسحاب من مبادرة البحر الأسود وطالب بضرورة استمرار الحوار. استخدام الغذاء كسلاح اتهام وجهته واشنطن في وجه الدب الروسي الذي رفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مقابل العوائق الماثلة أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية. اتفاق انتهت صلاحيته مساء الاثنين بعد ساعات على هجوم أوكراني ألحق أضرارا للمرة الثانية بجسر استراتيجي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. وفي تحد لموسكو أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود. زيلينسكي أضاف في خطابه اليومي أنه بعث رسالتين رسميتين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقترح عليهما مواصلة الصادرات، معتبرا أن بلاده والأمم المتحدة وأنقرة يمكن أن تضمن بشكل مشترك
تشغيل ممر الغذاء وتفتيش السفن. الخارجية الأوكرانية وعلى لسان وزيرها ديمترو كوليبا اتهمت روسيا بتجنب توضيح ماهية موقفها من صفقة الحبوب، قائلا إنها خطوة غير مسؤولة تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر. في غضون ذلك علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على القرار الروسي، مشددا على أن مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع وأنهم سيدفعون الثمن، في حين رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن قرار موسكو غير مقبول، مؤكدا أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. هذا وتنتقد روسيا العقبات التي تعترض صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة جراء العقوبات، كما تتهم موسكو الدول الغنية بالاستفادة من الجزء الأكبر من صادرات الحبوب الأوكرانية المفترض أن تكون وجهتها الدول النامية. قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في المنصب على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا. من جهتها انتقدت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ماري لوبان عدم إجراء أي تغيير والإبقاء على إليزابيث بورن في منصبها. رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في المنصب، هكذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبقاؤها على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. وعقب تأكيد ماكرون أعلنت بورن أنها تعتزم إدخال تعديلات على حكومتها ستقترحها على رئيس الجمهورية في هذا الأسبوع. في المقابل انتقدت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ماري لوبان عدم إجراء أي تغيير، معتبرة أن إبقاء إليزابيث بورن هو ترجمة لانفصال رئيس الجمهورية الذي فقد كل تواصل مع الناس وعن الواقع، وذلك حسب قولها. كما شددت على أن الخطوة تقود البلاد بشكل كبير إلى العجز والجمود. وفي نهاية يونيو أدى مقتل مراهق برصاص شرطي خلال تدقيق مروري إلى أعمال شغب استمرت أيام عدة وإلى خسائر فادحة في البلاد، على الرغم من نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك. وتراجعت في خضم تلك الأحداث احتمالات إجراء تعديل وزاري، لكن بعد أن هدئت الأمور عادت إلى الواجهة التكهنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء. لكن في نهاية المطاف قرر رئيس الدولة إبقاء بورن في منصبها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد هنأ رئيسة الوزراء والحكومة وخاصة وزير الداخلية على عودة الهدوء في عموم البلاد خلال الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا. وأقيمت احتفالات العيد الوطني هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر 45 ألفاً من رجال الشرطة والدرك في فرنسا، بينهم 10 آلاف في باريس وضواحيها. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد القراءة الاقتصادية. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم ندوة تحت عنوان مستقبل الطاقة النظيفة. إنجازات ورا إنجازات حققتها مصر في كل المجالات على كل شبر من أرضها. ومهما كان الحمل تقيل قادرين نخطي المستحيل. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل. قوتكم المسلحة هتحميها وشبابها هو اللي هيبنيها. تعالى شوف بنفسك جمهوريتنا الجديدة وصلت فين. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة. والآن موعد أخبار الإقصاء في البانوراما، وننتقل إلى الزميلة دينا أنديل، فإليها. شكرا جزيلا مجدة.
إلى أخبار الاقتصاد، أخبار المال والأعمال ونتابع فيها. وزير البترول يعلن عن طرح مزايدات للمعادن النفيثة والثمينة والأساسية خلال الربع الحالي من عام 2023. أهلا بكم. قال وزير البترول والثروة المعدنية مهندس طارق الملا إن قطاع التعدين المصري بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس خلال الربع الحالي من عام 2023. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين 2023 في نسخته الثانية بحضور الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التعدين. وأكد الوزير أن الدولة المصرية بدأت رحلة الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي، وضعت نموذجا يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق ما هو متبع عالميا ويزيد من جذب الاستثمارات. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات في جذب الاستثمارات المختلفة المحلية والأجنبية في هذا المجال. جاء ذلك في العدد الجديد من مجلة بوصلة السياسات التي أصدرها مركز المعلومات والتي أشارت إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤها في مصر وتوفر حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و 220 ألف فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم غدا الأربعاء صرف 313 مليون جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة ل 64 شركة مصدرة تمثل الدفعة الثانية للمستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو الماضي. وقال الوزير إنه كان من المقرر صرف مستحقات الدفعة الثانية من المستفيدين يومي غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس، إلا أن الصرف سيكون ليوم واحد هو غدا الأربعاء لأن الخميس يوافق إجازة رسمية. وأضاف أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري بالدفعة الثالثة يومي الثاني والثالث أغسطس المقبل. وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.18 من 100 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 55%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 7%. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات ورأس المال يربح نحو 7 مليارات جنيه. ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن اجتماعا للجنة الوزارية للقطن ناقش الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023-2024 الذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل. كما ناقش الاجتماع تقييم أداء المنظومة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين. حضر الاجتماع وزارة الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام واستصلاح الأراضي والتجارة. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي مهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن تعميق التصنيع المحلي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار ويمثل نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. جاء ذلك خلال تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار تفقد شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية إيجيبت
وذلك بمنطقة أبو زعبل بإعادة التمركز داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيميائية مصنع 81 الحربي بطريق القاهرة بلبيس. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي نفت تلك الأنباء مشددة على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25 وزارة و10 جهات مستقلة و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم. قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل والمعروفة باسم صيرفة بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأضاف سليم شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانع السياسات في الحكومة والبرلمان وكذلك مع صندوق النقد الدولي بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة. جدير بالذكر أنه أنشئت منصة صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان، واعتبرها الكثيرون وسيلة يمكن للبنك المركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك. ختام أخبار الاقتصاد من جديد، عودة إلى مزيد من الأخبار السياسية بصحبة مجد القاضي. تفضلي مجد. شكرا لك دينا، أهلا بكم مشاهدين مجددا. تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام نظمت الإدارة المركزية للتدريب الهندسي ندوة تحت عنوان مستقبل الطاقة النظيفة. جاء ذلك وسط حضور مميز من المتخصصين في مجال الطاقة فضلا عن العاملين بقطاع الهندسة. تحت رعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين عقدت الإدارة المركزية للتدريب بقطاع الهندسة الإذاعية ندوة بعنوان تكنولوجيا الطاقة النظيفة في ظل اهتمام الهيئة بالتدريب وخطة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة في محطات الإرسال. نعمل كل فترة تدريب هندسي لكل تخصصات في الهندسة الإذاعية عشان نرفع من الكفاءة الفنية. بدأنا استخدام الطاقة الشمسية في محطات إذاعية زي محطة الإذاعة في أبيس، بنوفر الطاقة الكهربية وإن شاء الله هنكمل كل المحطات. ده بيساعدنا بنخفف الانبعاث الحراري في المكان دي، وبنوفر في الطاقة الكهربية بناخدها من خطوط الكهرباء، وبنخفف الحمل على الشبكات العامة للكهرباء. المتخصصون أكدوا على أهمية الخطط التي تنتهجها الدولة للتنوع في مصادر الطاقة مستقرة ومتزنة قادرة على تلبية الجميع احتياجات الطاقة الكهربية لأي مستثمر. دلوقتي ما فيش أي مستثمر يجي يقول لك أنا عايز أعمل مصنع بتقول له لا ما فيش كهرباء استنى شوية. عندك كل مصادر الطاقة، عندك طاقة نووية، عندك طاقة شمسية، عندك طاقة رياح، عندك وقود أحفوري، عندك هيدروجين أخضر. ويرى خبراء أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. الدولة قدمت الحوافز الاقتصادية والدعم الفني لقطاع الصناعي حتى يمكن أن يستخدموا الطاقة الجديدة والمتجددة، فأدت لهم الكثير من القروض الميسرة والمنح المقدمة من الدولة عن طريق التعاون الدولي مع الدول الصديقة المانحة علشان خاطر يكون الإنتاج بتاعنا يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة ويكون إنتاجا أنظف ممكن له أن يكون له نفاذية في الأسواق العالمية. وحظيت الندوة بحضور كبير من العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية وسط حضور مميز من المتخصصين تناغما مع اهتمام الدولة المصرية بملف الطاقة النظيفة. ضمان أمن الطاقة هو ما تعمل عليه مصر من خلال تنويع مصادرها، ومن أجل ذلك تتبنى سياسات تحفيزية للقطاع الخاص وتعمل على التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. من الهيئة الوطنية للإعلام محمود العزالي، النيل. نددت الأمم المتحدة بمشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني مشددة على أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع قواعد القانون الدولي. كان البرلمان البريطاني قد أقر أمس مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني من طلب اللجوء للبلد. يعد هذا القانون حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريتشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي وضعه على رأس أولوياته.
نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد أخبار الرياضة. العالمية للأرصاد الجوية تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. أهلا بكم مشاهدينا. توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة واشتدادها لعدد مطول من أيام الأسبوع في أمريكا الشمالية وآسيا وعبر شمال إفريقيا والبحر المتوسط. حذرت المنظمة من خطورة ارتفاع درجات الحرارة المتكررة على صحة الإنسان، وذلك مع عدم قدرة الجسد على التعافي من الأيام الحارة، مما يؤدي إلى زيادة حالات النوبات القلبية والوفاة. تحذيرات صادمة للأمم المتحدة بضرورة أن يستعد العالم لموجات حر أكثر شدة، وذلك بالتزامن مع موجة حر قياسية يعاني منها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية. التحذيرات جاءت على لسان جون نيرن المستشار رفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال تصريح صحفي قال فيه إن شدة هذه الظواهر ستستمر في الازدياد وعلى العالم أن يستعد لموجات حر أكثر قسوة. ويبدو أن التغير المناخي يواصل تأثيراته السلبية، حيث ارتفعت درجات الحرارة لمستويات قياسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وزاد عدد موجات الحر المتزامنة في نصف الكرة الشمالي 6 أضعاف منذ الثمانينات. وحذرت المنظمة من أنه ليس هناك أي مؤشر على أن هذا المنحى سيتراجع، مشيرة إلى أن هذه الموجات سيكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان وسبل عيشه. ودقت السلطات الصحية في دول عدة في أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية ناقوس الخطر، وحضت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس في توجيهات تشكل تذكيرا جديدا بمخاطر الاحترار العالمي. وفي الولايات المتحدة تراقب مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر خانقة في جنوب البلاد وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية. وفي كندا اجتاحت الحرائق أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي. استخدم فنان سويسري الطباشير والفحم لرسم لوحتين عملاقتين لطفلين على المنحدرات الجبلية. اللوحتان رسمهما الفنان السويسري الفرنسي سايبا على العشب مباشرة، ويمكن أن تصمد لأيام حسب ظروف الطقس، وهما لطفل وطفلة يحاولان رسم الجبال والأشجار والنجوم والقمر. وقال سايبا إن لوحتيه على مساحة 3000 متر مربع، ويمكن رؤيتهما من قمة الجبل والمراعي القريبة، وترمزان إلى الحاجة إلى تبني وجهات نظر مختلفة ورفض الجمود. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، لا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر، وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي. بانوراما نيل. انتهت هذه التذكرة بأهم العناوين التي وردت بها. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. تصاعد حدة المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان.
موسكو تحذر سفن تصدير الحبوب الأوكرانية حال مواصلة عبورها البحر الأسود من دون موافقتها. بانوراما نيل انتهت، دمتم في أمان الله.